اكاديميه النادي الاهلي دي هي رساله مجتمعيه النادي الاهلي بيعملها لكل، مش عايز اقول اهلاوي ومنتمي لكل الانديه في كل المحافظات، لكن هي دورها انها تثقل اللاعبين وتتركهم بعد كده انهم يكونوا جاهزين ان يشتركوا يا اما في النادي الاهلي يا اما في انديه اخرى، بحيث انك انت تطلعي اكبر عدد من اللعيبه المهيئه والمتدربه تدريب جيد عشان تستطيع ان تلعب كره قدم. دي نمره واحد. نمره اثنين، احنا عندنا اللعيبه المتميزه مثلا هنا في اكاديميه فيها 500 لاعب، على الاقل عندنا 100 لاعب في المراحل السنيه المختلفه المتميزين، هنخليهم دايما تحت عينينا بحيث اننا النادي الاهلي هيحتاج منهم قد ايه، وبعد كده اللعيبه اللي عايز يشترك في نادي اخر او يكمل معايا الى ان يجي له الفرصه انه يشترك في النادي الاهلي، احنا بنساعد اللاعبين عشان يتميزوا وانهم يستطيعوا يلعبوا في النادي الاهلي، ودي حاجه رساله بتاعتنا. السنه دي الاكاديميه دي افرزت اكثر من 40 لاعب، 40 لاعب متميز جدا يستطيعوا يلعبوا في النادي الاهلي وغير النادي الاهلي. طبعا اشتغلت في 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 قطاع الناشئين في النادي الاهلي 20 سنه، لكن كنا بنتعامل مع 10 سنوات و12 سنه و14 وانت طالع لحد 20. لكن الاكاديميات عشان بتشرك لعيبه صغار جدا في السن، ممكن يكونوا 4 سنوات وخمس سنوات وست سنوات وسبع سنوات وثمان سنوات، هذه الاعمار السنيه ما عندناش الخبرات الكبيره اللي تتعامل مع هذه المرحله السنيه. فبدانا بقى نخش بقى نشوف بقى الفيفا عندها حاجه اسمها الجراس روتس بروجرامز للايه للمراحل السنيه الصغيره دي، فبدانا نجيب البرامج بتاعتها ونحاول نتعامل مع هذه المرحله السنيه الصغيره. هي ممتعه جدا جدا ان تتعامل مع طفل عنده 4 5 سنوات، هتعلمه ازاي وتخليه يمسك الكره ازاي ويجري ازاي، هي لازم تشكله، وبعدين هو برضه كمان بيساعدك انه هو برضه بيستجيب وبيستمع. لكن هي العمليه يعني عندنا عدد كبير جدا في اكاديميات النادي الاهلي عندهم حقيقه في المرحله السنيه دي، يعني اقول لك 40% من الاكاديميات تحتوي على 8 سنوات وست سنوات واربع سنوات وعشر سنوات، ودي حاجه طبعا يعني محتاجه مننا لبرامج مخصصه متخصصه ومدربين يجب ان يكون لهم ورش عمل عشان يتعاملوا مع هذه المرحله السنيه الصغيره. احنا ختمنا في جميع الفروق خلاص في مصر كلها. الحاجه الثانيه اللي احنا بنشكر طبعا اولياء الامور كلهم بامانه، الناس اللي تعبوا مع اولادهم في التدريبات في المباريات اللي اتعملت لهم، وده طبعا احنا زي ما حضرتك اتكلمت قبل كده وقلت ده عائله النادي الاهلي، فالحمد لله عائله النادي الاهلي عائله كبيره جدا. الحمد لله احنا بنتشرف ان احنا نكون من ضمن العائله. الولاد اللي موجودين طبعا احنا عارفين الموضوع كان شق عليهم بين الدراسه وبين التدريبات وبين المباريات، فاحنا بقى نصيحتي بقى لاولياء الامور اللي عايز ينجح في شيء لازم يخليه يعمله بشكل كويس جدا ويبقى محافظ عليه. حاجات كتير جدا مطلوبه منكم الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله، زي الاكل والشرب والنوم والمذاكره وبلاش سهر، حاجات كتير. هو خلاص انت عايز ابنك يبقى بطل رياضي او بطل كره قدم، لا الموضوع بيبقى معاك انتوا جزء كبير، والجزء الثاني الحمد لله اللي احنا متواجدين هنا والمدربين على اعلى مستوى، المديرين الفروع على اعلى مستوى، وما فيش شك انت عارف النادي الاهلي منظومه محترمه، احنا شغالين تحت منظومه الكابتن شطه مدير عام اكاديميه النادي الاهلي، واحنا موجودين مجموعه معاه بنساعده اللي بيطلب مننا بنقدر ننفذه. فبنتمنى ان شاء الله باذن الله اللي السنه الجايه نعمل حاجه احسن ويبقى اكيد في حاجات جديده ان شاء الله باذن الله. اليوم الختامي طبعا لفرع الجزيره بعد تعب من شهر 7، احنا بدايه الموسم عندنا كان 1/7 بينتهي 30/4، الحمد لله الحمد لله بفضل الله وشغل المدربين والجهاز الاداري كله الفني، احنا يمكن الحمد لله يمكن اكتر فرع كمان انضم لعيبه منه لدوري به. يمكن احنا السنه دي كنا عاملين حاجه كده مع كابتن شطه ولجنه التخطيط، عملنا السنه دي اول حاجه تحصل بقى لها 4 سنين بعد ما كانت واقفه حاجه اسمها دوري البراعم لمنطقه القاهره، عملنا حاجه اهلي به بيوازي قطاع الناشئين اللي بيحصل في الف، وكنا شغالين بثلاث مراحل سنيه مواليد 2012 و2011 و2010، وبفضل الله الحمد لله ان احنا اخذنا الثلاث مراكز الاولى في دوري البراعم. 2010 كنا اول، 2011 كنا اول، 2012
وعملنا حاجه كمان دوري الاكاديميات، كنا اشتغلنا على دوري الاكاديميات والمهرجانات، اشتغلنا اول مهرجان اتعمل في الغردقه في نادي سينزو في الفرع عندنا هناك، والحمد لله لقى صدد كويس جدا 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 والحمد لله هناك في الفرع هناك. وتاني حاجه كنا عاملين حاجه اسمها دوري الاكاديميات، وده كان من تاني دوري يتعمل في دوري الاكاديميات من 2009 بعد البطوله اتعملت، كان مشارك فيها اكتر من 32 اكاديميه بيشارك فيها اكتر من 1000 لاعب. فطبعا ده كل ده طبعا الاستراتيجيه السنه دي بصراحه اختلفت عن السنين اللي فاتت كلها. الاكاديميات بصراحه من فضل ربنا عليا ان انا يعني انا كنت واخد ماجستير واخد دكتوراه، فده يمكن العوامل النفسيه والسيكولوجيه شويه كنت يمكن دارسها شويه، فكنت بعرف الحمد لله دي حتى دايما ملكه فيا دايما في الحته دي الحمد لله. كان دايما اولياء الامور والمدربين يقول لي ازاي بتعرف تتعامل مع اللعيب من اللعيب الصغير للعيب الكبير حتى مع ولي الامر الحمد لله، فكيفيه التعامل دي الحمد لله دي ميزه من عند ربنا، فبعرف اتعامل كويس قوي مع اللعيبه كلها او اولياء الامور او الجهاز الفني، فالحمد لله دي حاجه كويسه فيا، براعي ربنا في كل حاجه في كل تعامل، كل مدرب او كل لاعب بياخد حقه اي حاجه ايا كان. في عندنا ثواب وعقاب طبعا، ده احنا اللي اتربينا عليه في مبادئ النادي الاهلي. يمكن بس كان الاكاديميه عندنا شويه الهدف ان كل اكاديميه دايما بتبص على الهدف المادي، احنا الهدف المادي دايما بيبقى دايما رقم 2 عندنا، الهدف المعنوي ان احنا دايما في الاخر ان احنا عايزين لعيبه ينضموا لقطاع الناشئين. والنهارده الفرع بتاعنا لما بقى فرع الجزيره انضم فيه اكتر من 16 لعيب لدوري البراعم، فده انجاز انا دايما اقوله انجاز للمدربين لشغل المدربين شغل سنه كامله الحمد لله، طبعا ده شغلهم ونجاحاتهم طبعا، ودي حاجه طبعا ترجع ليهم. والجزء المادي طبعا لاي في اي اكاديميه دايما بتشارك الجزء المادي، وده حاجه كويس. واحنا كمان ان اكاديميه النادي الاهلي الحمد لله دايما اللي الناس ما تعرفوش عن أكاديمية النادي الأهلي، وده إن شاء الله هيتم التنويه عنه إن شاء الله بإذن الله قريب، إن إحنا عندنا لعيبة من الدرجة الأولى هم موجودين كانوا من أكاديمية النادي الأهلي، يعني هم لعيبة من الدرجة الأولى هم من أكاديمية النادي الأهلي خارجين من أكاديمية النادي الأهلي. بدأنا الموسم نبدأ بدري شوية من أول شهر 6، بنستعد لموضوع الملابس وتغيير الأجهزة والكلام ده كله كده بنجهزه، بنجهز للأولاد كمان التحضيرات بتاعة التدريبات اللي بنبدأ بيها الموسم. بنبدأ في شهر 6 بنقسم الأولاد للمراحل السنية، كل مرحلة مع مدرب بنفسه، يعني كل مدرب ليه مرحلة سنية معينة. بعد كده بنديهم التمارين اللي بنفرز اللعيبة الكويسة من متوسطة من اللي لسه بيبدأوا. بعد كده بنعمل بقى المنتخبات، ودي بتبقى طبعا مرحلة بعد كده. الحمد لله السنة دي الحمد لله عملنا شغل كبير جدا جدا مع القطاع، مع الاكاديميات كلها للفروع كلها حوالي 20 فرع الحمد لله، بالفروع الجديده اللي انضمت لينا زي فرع الغردقه في سينزو. الحمد لله يعني عملنا برده دوري، دخلنا دوري البراعم السنه دي، ودي اول مره برده من فتره ما كناش دخلنا من ايام الكابتن خالد بيبو. السنه دي الكابتن شط الحمد لله بالاتفاق مع مجلس الاداره دخلنا البراعم الحمد لله للمراحل السنيه من اول 2008 و9 لغايه 2013، حققنا نتائج كويسه جدا جدا الحمد لله. تم الاختيار للعيبه كلها من ال 20 فرع، ما التزمناش بفرع معين ولكن التزمنا الحمد لله. خرج يعني ان شاء الله باذن الله تشرف النادي الفتره الجايه. بعد كده المهرجان اللي كان باسم كابتن صفوت طبعا في الغردقه، الاكاديميات النادي الاهلي تخرج بره مصر او بره القاهره. خدنا هناك عملنا مهرجان برضو لجميع الفروع كلهم سافروا هناك بحجز فنادق بقى والملاعب الحمد لله. وبعد كده الحمد لله دلوقتي هو في الختام ان شاء الله، ختمنا في اسكندريه ودمياط والشرقيه وسكن يعني والجزيره اهوت النهارده ومدينه نصر والشيخ زايد والقطاميه، والحمد لله النهارده اخر يوم بالنسبه لفرع مركز شباب الجزيره. هو طبعا العدد السنه دي بالنسبه للفرع الجزيره طبعا في ازدياد، لان اولياء الامور حسوا بالاهتمام والمدربين عملوا مجهود جامد قوي السنه دي طبعا تحت اشراف الكابتن شطه مدير الاكاديميه، كان على طول بيوالي المدربين وبيمر في اوقات ويشوف التمرين في قلب الملعب. فطبعا هو في المرحله ديت الاولاد اندمجوا مع المجموعه اللي بتاع السنه اللي فاتت، فالعدد زاد كتير قوي. بسم الله ما شاء الله على المدربين بتوعنا على اعلى مستوى جدا، بس يعني بيبدأوا معانا من تحت الصفر. طبعا كابتن عادل كابتني كابتن حراس المرمى بادئ معايا من تحت الصفر لحد دلوقتي بسم الله ما شاء الله، يعني بقيت في مرحله اعلى. الموسم كله لما
وبنروح ماتشات كانت امتع حاجه، لان كنا بنحس ان في تحدي. لكن في التمرينات العاديه كنا البدني بتاعنا كله اتحسن الحمد لله، وان شاء الله الموسم الجاي نبقى من قطاع الناشئين ان شاء الله. الكباتن بيقولوا لنا شدوا حيلكم واتمرنوا كويس، ان شاء الله ان احنا نكون في الناشئين يعني، ربنا يكرمنا ان شاء الله يعني. الحمد لله ان احنا اتعلمنا ايه ان احنا يعني نبقى اخوات مع بعض ونتعلم كده، ونبقى ان شاء الله يعني لما نكبر نبقى لعيبه كبار. انا كنت جاي ما كنتش بعرف العب خالص، بيعلمونا حاجات كتير قوي منها المهارات ومنها حاجات كتير حلوه. اتعلمت كوره وكمان نفسي ابقى زي بيبو، وكمان بحب النادي الاهلي.